النمسا تطالب بتعاون دولي لوقف غرق المهاجرين بالمتوسط. المستشار النمساوي يشيد بتجربة المجر مع اللاجئين. النمسا تؤكد استمرارها في استيراد الغاز الروسي. مكتب العمل في فيينا يحذر من زيادة تدفق اللاجئين إلى المدينة. اللاجئات الأوكرانيات في النمسا يرفضن العودة إلى بلادهم. واستطلاع يكشف عدم الرضا عن شبكات الاتصالات في النمسا. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. دعا المستشار النمساوي نهما لتوسيع التعاون لوقف غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. وكانت قمة الهجرة في فيينا قد تمحورت حول تعزيز حماية الحدود ومكافحة الهجرة الغير الشرعية، حيث تشهد اليونان وإيطاليا وإسبانيا زيادة في الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، في وقت ازداد دخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 64% في العام الماضي. أكد المستشار النمساوي كارنيهما أن المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى النمسا عبر المجر بنسبة 80%، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء 109 ألف طلب مقارنة ب 45 ألف طلب في المجر. وأضاف المستشار أن المجر هي المكان الوحيد في أوروبا الذي يخلو من المهاجرين، وذلك بسبب العقبات القانونية والمادية التي تعيق الهجرة، بالإضافة إلى وجود سياج على الحدود. وأكد أن التعاون مع المجر يسهم في إيقاف التدفقات ويمنع المهاجرين من الوصول إلى النمسا. أعلنت شركة الطاقة النمساوية أونفاو أنها سوف تستمر في شراء الغاز الروسي من غازبروم، وتؤكد عدم نيتها إنهاء العقد الطويل الأجل والمستمر حتى عام 2040. وفي نفس الوقت تعمل الشركة على تأمين مصادر بديلة، لكنها لا ترى استمرار التعاون مع روسيا مهما لضمان الكميات المطلوبة وعدم ارتفاع الأسعار. يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات مباشرة على شراء الغاز الروسي، لكن الدول الأوروبية خفضت وارداتها في ظل التوترات السياسية مع روسيا. كشف رئيس مكتب العمل في فيينا فينفريد غوشل عن تحديات الهجرة إلى المدينة وزيادة الضغط على سوق العمل. وقال غوشل أن 3/4 اللاجئين ينتهون في فيينا فيما تتواجد فرص العمل بشكل أساسي في غرب البلاد، وأن العديد من اللاجئين ليس لديهم مهارات القراءة والكتابة. وأكد أن المشكلة ليست مقتصرة على اللاجئين فحسب، بل تشمل الهجرة القوية بشكل عام، وبالتالي فإن النمو السكاني السريع لا يواكب عدد الوظائف المتاحة. تراجعت نسبة النساء اللاجئات الأوكرانيات العائدات إلى أوكرانيا بشكل كبير في النمسا بعد مرور عام، حيث أن فقط 13% لديهن خطط ملموسة للعودة مقارنة ب 30% قبل عام. وبينت دراسة لصندوق الاندماج النمساوي أن 73% منهن لديهن تعليم جامعي، فيما حوالي ثلثا يعملن في التنظيف والخدمات، و 56% من الباحثات عن العمل يركزن على الوظائف المكتبية والاجتماعية والإدارية، و 82 يرغبن في تحسين مهارات اللغة الألمانية، و 36 منهن يجدن التحدث بالألمانية، واللواتي يفهمنها جزئيا هن 45%.
كشف استطلاع للرأي عن ضعف رضا المستخدمين للاتصالات بالنمسا خاصة في شبكة الجيل الخامس لسرعة الإنترنت. وأظهرت النتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة بيرينج بوينت للاستشارات التكنولوجية أن 17.4% فقط من النمساويين راضون عن خدمات الاتصالات، وأعرب 11.9% عن رضاهم بخدمات الهاتف الأرضي، فيما تبين أن 22.8% فقط من النمساويين يستخدمون تقنية الـ 5G مقارنة بنسبة 26.8% في أوروبا. وأنتم كيف تقيمون سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات في النمسا؟ اكتبوا لنا في التعليقات عن تجربتكم وكيف تجدون خدمة الاتصالات. كانت هذه نشرتنا اليوم، تقبلوا تحياتي وكادر العمل، ولا تنسوا تحميل تطبيق فوجراد على هواتفكم. كنت معكم أسامة، وإلى نشرات أخرى.